كيم قبل كم سنة من اليوم كانت عمليات تجميل عند الشباب. نحن بمجتمعنا الشرقي شيء عيب، والتجميل نحن ينفهم افلي غلط، حتى الترميم نحن بنفهمه غلط. اليوم بلشت تتغير نظرة المجتمع شوي، صح؟ اكيد 100%. ليش تجميل غلط؟ نحن ما عم نغير بالشكل، نحن عم نساعد انه يطلع الشكل احلى، عم نغير، عم نحافظ على نفس الشكل. نحن ما عم نشيل التشوه، نحن ما عم بجيب انه وجه وعم بعطيه وجه تاني، فهو تجميل. انه وين هو الغلط؟ نحن ما عم نغير، نحن بس عم نصلح ونعطي نفس الشكل. مثلا الفيلر هو بيغذي الجلد، لان هو الجلد فيه فيلر بجسمك، فانا بس عم بحط لك فيلر، عم بشيل لك جوره، هي بس، وما ما ابغى بعطيك خدود تانيين، عم بعطيك مثل ما انت المفروض تكون. اكثر من هيك لا. هلا لك رح نعمل لك جلسه البوتوكس. البوتوكس رح نعمل الجبين، رح نعمل هالمنطقه بنسميها جلوبولار اريا. اذا رح نعمل هلا البوتوكس للجبين، للجلوبولار اريا اند كانتال اريا، ورح نعمل بوتوكس كمان للمنخار. هون بالمنخار، هذا المنخار ممكن يتصلح ويطلع نتيجه حلوه فيه 100% الا بالجراحه. ليه؟ لان انت عندك العظمه طالعه لفوق، لازم تنزل، عندك عرض بالعظمه. طب هون انا ما فيني اعمل بوتوكس، ما ممكن يعمل شيء بالعظم، ما ممكن يعمل اي فعاليه بالعظم. بنفس الوقت عندك كارتليج هون، هذا الكارتليج اللي اسمه بالانجليزي هام، هذا الهام لازم ينقص حتى نعمل السحب صح ونصغر عرض المنخار ونعمل السحب صحيحه. هلا هيدي مش مشكلة، هيدي ممكن نصلح شوي فيها بالبوتوكس، ممكن نرفع شوي بالبوتوكس. البوتوكس رح يحسنك بس ما رح يعطيك نتيجة أجمل بكتير أو بتساعد كتير. يعني هون منحسن شوي بالبوتوكس، أكيد النتيجة اللي تشوفها بدك 7 أيام و 14 يوم. أوكي؟ هلا رح نبلش نعمل البوتوكس للجبين. أيوة شغلتنا صغيرة. جود. هذا هو أول جلسة، أول ضربة. نابوس. اوكي جود 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 جود. شوف نحن سريعين، ما هيك ما رح نوجع ابدا، مش مستاهل القصه. هي ضربه بوتوكس عاديه. بوس. ايوه. وجعت شيء؟ توجع شوي يعني شوي، انه نكزه، بس هي ابره انسولين. هيدي خلصنا اول منطقه. نحن الوجه او الجبين من اسمه جلوبولار فرونتال كانتال. هلا رح نعمل الفرونتال. ما رح بتحب ترفع الحواجب شوي؟ لا اتس اوكي، انت اللي بتشوفه حكيم. انا برايي خليها ناتشورال. انا برايي خلينا ناتشورال. اوكي رح نكون ناتشورال نحن بالجبين. اوكي جود 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 جود. خلصنا. جود. هذه الضربة هون جدا مهمة بالمرأة. هلا هاي الضربة اللي هون اللي بدنا نعملها هي أهم ضربة. هيدي بتشتغل عكس هاي الضربة حتى ما يقشط الحاجب. بنضرب نحن هون، بنضربها طبعا بكمية جدا قليلة حتى تبقى عندي الرفعة هون صح. اوكي. منوازن بين هالدوز وهالدوز حتى يبقى عندي، ما يصير عندي قشطة حاجب. هون بنعطي أكثر، هون بنعطي أقل. جود. وجعت كثير؟ صرنا خالصين. أوكي. خلصنا هالمنطقة. أوكي. هي بتوجع شوي هون. لأن عندنا منطقة عظم. اغمزني. غموز منيح. قد ست خلاص بكفيني، بكفي. اوكي. يعني دائما الشباب بينوجعوا اكثر من النسوان. ما كلم بهالقصة انت. الله سبحانه وتعالى بس خلقنا، خلق للنسوان قدرة تحمل اكثر منا. ميرسي. طبعا المرة اللي بتحمل لانها بدها تولد، وبتحمل وبتولد بطبيعة الحال لانها بدها تولد. هلا ما نضربها من هون، من نغمس كمان، ما راح اغير اتجاهي انا. ايوه. اوه جود 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 جود.
جود. وهذا البطاقس تبع الجبين خلصنا، هلا من نعمل المنخار. عندك شكتين وبس، عمول هيك هوني عم نحكي عن ضحكة الأرنب. ايه عمول عملها عملها حبيبي. ايوه هي 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 هوني شك صغيرة، شك صغيرة ما رح توجعك ابدا 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 ابدا. هي 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 هي, هي. ومرة تاني بعد بعد بول. ايوه ايوه وهيدي نفس الشيء. اه هوني هي بدناش نشوفها بعد، خلصنا. اوكي هلا هوني عنا ضربة صغيرة للمنخار، بنحاول نرفعه قد ما فينا. هي بتوجع هي شوي حبيبي بس هي خلصنا. وهذا البوتوكس كله خلص. شو رايك بالموضوع؟ هي اوكي هلا المنخار بده فترة ليبين. خلي عينك على الجرس.